نعم، رغم إقصاء المنتخب الكولومبي إلا أن جماهيره جد سعيدة هنا بمدينة موسكو. إذن الجماهير الكولومبية صفقت للاعبيها بحرارة وحيتهم بشدة، وهو ما لاقى استحسان جميع الحاضرين هنا بملعب سبارتاك موسكو. الجماهير الإنجليزية كانت قليلة جدا، وهو ما أكد فرضية غياب الجماهير الأوروبية قياسا بالجماهير اللاتينية التي حضرت هنا بقوة لملاعب روسيا لمشجعي منتخبتها، خاصة جماهير المكسيك، جماهير الأرجنتين، وكذلك الجماهير الكولومبية التي تتواجد خلفي، وكأن منتخبها تأهل إلى ربع النهائي. منتخب إنجلترا في ربع النهائي الآن سيواجه المنتخب السويدي ظاهرة كأس العالم بروسيا. إذن هذا المنتخب السويدي فاجأ الجميع، أقصى المنتخب الألماني في دور المجموعات، حتى في طريقه إلى المونديال أقصى هولندا في دور المجموعات، وفي مباراة السد أقصى المنتخب الإيطالي حامل لقب كأس العالم في 4 مناسبات. هذا الجيل يستحق منا وقفة، خاصة أنه في وقت من الأوقات كان نجمهم الأوحد زلاتان إبراهيموفيتش يؤكد على أنه إن لم يأتي معهم إلى المونديال لن يقدموا شيئا. واليوم الصحافة العالمية فتحت النار على زلاتان وقالت، خاصة صحيفة الماركة الإسبانية قالت، ماذا ستقول الآن يا زلاتان؟ هذا الجيل السويدي أعاد لنا شيئا من الجيل السابق للمنتخب السويدي سنة 1994، خاصة بعدما تأهلوا إلى نصف نهائي كأس العالم بأمريكا، وأقصوا بطريقة أو بصعوبة أمام المنتخب البرازيلي بعد هدف روماريو في الدقائق الأخيرة من المباراة، وحققوا المركز الثالث. يعني المنتخب السويدي كان يقوده حينها كينيت أندرسون، توماس برولين، دالين، وكذلك الحارس التاريخي للمنتخب السويدي توماس رافيلي. المنتخب السويدي لن يكون لقمة سائغة أمام إنجلترا في المباراة المقبلة، إضافة إلى مباريات أخرى تعيد بالشيء الكثير، مباراة المنتخب الروسي المضيف أمام كرواتيا، إضافة إلى المباريات الحارقة في الشق الثاني من الطريق المؤدي إلى النهائي، نحن نتحدث عن مباراة الأوروغواي وفرنسا، إضافة إلى المباراة القوية بين البرازيل وبلجيكا. للإشارة فقط، المنتخب البرازيلي سيغيب عنه نجمه أو أحد نجومه وأحد ركائز تشكيلة المدرب تيتي، غياب كارلوس إنريكي كاسيميرو نجم ريال مدريد الذي سيشكل مشكلا كبيرا للمنتخب البرازيلي في تشكيلته. كان معكم يوسف الشافعي، عزل عرب نيبط، البطولة موسكو.